ليتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، نتابع معكم سلسلة المنظومة الرقمية الرائعة في القرآن الكريم. هذه السلسلة تم اكتشافها حديثا، أو هذه المنظومة تم اكتشافها حديثا، وجاءت في هذا العصر، عصر التكنولوجيا الرقمية، لتثبت أن القرآن هو كلمة الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يمكن أن يدع المشككين والملحدين دون أن يقيم الحجة عليهم، دون أن يضع ما يبين لهم عظمة هذا الكتاب العظيم وأنه محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى. أنا اليوم أحب أن أتأمل معكم أربع كلمات فقط: ياسين والقرآن الحكيم، أربع كلمات، لنكتشف نظاما لطيفا يتجلى في هذه الكلمات الأربعة، يتناسب مع معنى هذه الكلمات. طبعا ياسين هي من الحروف المميزة أو الحروف المقطعة أو النورانية، أنا أفضل أن أسميها بالمميزة، لأن الله ميز بعض السور في القرآن ببدايات أو افتتاحيات مثل ألف لام ميم، ألف لام راء إلى آخره. وهذه سورة ياسين ترتيبها 19 بين السور المميزة. لدينا في القرآن أيها الأحبة 29 سورة مميزة، سورة ياسين ترتيبها بين السور 29 التي تبتدئ أو تبدأ بافتتاحيات مميزة، ترتيب سورة ياسين 19، وهذا العدد له دلالة كما سنرى الآن في أول أربع كلمات: ياسين والقرآن الحكيم. دققوا معي أيها الأحبة، نحن أمام أربع كلمات فقط. الكلمة الأولى هي ياسين، وعدد حروفها 2، الياء والسين. الكلمة الثانية الواو، وهي واو العطف، التي تعد كلمة مستقلة لأنها تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها، وعدد حروفها 1. الكلمة الثالثة هي القرآن، القرآن عدد حروفها كما كتبت في كتاب الله تعالى حسب الرسم الأول 6 أحرف، الألف اللام القاف الراء الألف النون 6 أحرف. الكلمة الرابعة والأخيرة هي الحكيم، أيضا تتألف من 6 أحرف كما كتبت في القرآن. فعندما نتأمل مقدمة هذه السورة ياسين والقرآن الحكيم، الحقيقة قبل أن نكتشف النظام الرقمي اللطيف في هذه الكلمات الأربعة، وأن كل حرف من حروف هذه الكلمات موضوع بدقة، دقة مقصودة، لا يستطيع أن يتقن هذه الدقة إلا هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. تأملوا معي أيها الأحبة، كلمة القرآن وردت في القرآن 58 مرة، طبعا لها صيغ متعددة مثل قرآن، القرآن أو بالقرآن، مهم كلمة القرآن 58 مرة، وعدد سور القرآن 114 مرة. طبعا كلمة قرآنا لم نحصيها هنا، لأنها يعني نحن ندرس القرآن، لأن الله يقول لنا ياسين والقرآن الحكيم، فأخذنا كلمة القرآن 58 مرة، وعدد سور القرآن 114. طبعا هنا أيها الأحبة، السور المميزة تبدأ بألف لام ميم سورة البقرة، وتنتهي بماذا؟ بسورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، تبدأ بحرف مميز هو النون. سورة ياسين يأتي ترتيبها بين ترتيب هذه السور 19، 19. طيب الآن أيها الأحبة، هذه السورة العظيمة ياسين والقرآن الحكيم فيها بناء عددي ضخم جدا، إذا أردنا أن نغوص فيه سنحتاج إلى ساعات وساعات طويلة، ولكن نأخذ فقط أول أربع كلمات افتتاحية أو مقدمة هذه السورة. دعوني أكتشف معكم أنا هنا
هذه المعجزة اللطيفة. الآن أنا أحب أن نكتب كلمات هذا النص ياسين والقرآن الحكيم. هنا أيها الأحبة نكتب ياسين عدد حروفها 2 هنا وعدد حروفها 1، القرآن كلمة عدد حروفها 6 والحكيم أيضا عدد حروفها 6. إذن نستخدم هنا أحبتي في الله طريقة صف الأرقام. قلنا طريقة جمع الأرقام طريقة معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشكك بها البعض لأنهم يقولون إن النبي هو من فعل هذا النظام، ولكن أن نكتشف في القرآن طريقة السلاسل العشرية أو المصفوفات العشرية التي يعني نصف الأرقام وكل رقم يتضاعف 10 أضعاف سابقه، هذه الطريقة لم تكن معروفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هي مكتشفة حديثا. وجود هذه الطريقة في القرآن هو دليل مادي ملموس على أن القرآن هو كلام الله، وإذا رأينا هذا النظام المذهل يجب أن يكون هذا دليلا على أن الله حفظ كتابه، حفظ كلامه العظيم. طيب دعوني هنا أقرأ هذا العدد 6612. إذن حولنا النص من حروف إلى أرقام، كل رقم يمثل عدد حروف كل كلمة. ياسين والقرآن الحكيم 6612. طيب هذا العدد ماذا يساوي 6612؟ انظروا معي أيها الأحبة، هذا العدد 6612 يساوي بالتمام، طبعا العدد هو يمثل حروف ياسين والقرآن الحكيم، هو يتحدث عن القرآن. هذا العدد 6612 يساوي 114 مضروبا في 58، يساوي 114 مضروبا في 58. 114 هي عدد سور القرآن، والثمانية والخمسين هي عدد مرات ذكر كلمة قرآن في القرآن. طيب ما هذه الدقة المذهلة؟ كل رقم له دلالة، والنص يتحدث عن القرآن الحكيم. أنا لا أستطيع أن أتصور أن هذا الرقم جاء بالمصادفة. طيب دعونا نتابع. لدينا حديث عجيب، طبعا أنا هذه اللوحة هنا أعرضها عليكم فقط، هذه اللوحة تأملوا معي أيها الأحبة، ياسين والقرآن الحكيم تشكل لدينا عددا هو 6612 يساوي 114 مضروبا في 58، عدد سور القرآن في عدد مرات تكرار كلمة قرآن في القرآن. الآن أيها الأحبة أنا لدي يعني حديث مهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن ياسين قلب القرآن، قال عليه الصلاة والسلام وياسين قلب القرآن، قلب من التقلب. فالفكرة التي خطرت ببالي أنه ماذا يحدث إذا قلبنا هذا الرقم، يعني بدلا من أن نقرأه 6612 قرأناه 2166، لأن ياسين هي قلب القرآن. انظروا أيها الأحبة، فقط قرأنا العدد بالاتجاه المعاكس 2166، فكان هذا العدد يساوي 114 في 19. 114 هي عدد سور القرآن، والعدد 19 هو ترتيب سورة ياسين بين السور المميزة كما قلنا في بداية الحلقة. طيب سبحان الله، يعني ما هذا الرقم العجيب. وهنا أيضا هذه اللوحة نتأملها معا، ياسين والقرآن الحكيم، إذا قرأنا العدد من اليمين إلى اليسار يعني نقرأه 2166 يساوي 114 مضروب في 19، عدد سور القرآن في ترتيب السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب القرآن. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة
أنا دعوني فقط قبل أن أختم ألخص لكم هذه اللوحة الرقمية الرائعة ياسين والقرآن الحكيم. المعادلة الأولى هنا تقول 6612 يساوي 114 في 58، عدد سور القرآن في تكرار كلمة قرآن في القرآن. المعادلة الثانية معكوس الرقم 2166 يساوي 114 ضرب 19، عدد سور القرآن في ترتيب قلب القرآن في القرآن. والآن أيها الأحبة، أمام هذه الحقيقة لا يمكن لأي إنسان أن ينكر أن هذا القرآن فيه بناء عددي، ونحن الآن تأملنا أربع كلمات فقط، ولكن كل القرآن فيه نظام رقمي يقوم على يعني بناء محكم يشهد على صدق كلام الله عندما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذه المعجزة من يشاء من عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.